طبعا احنا برا مش كلام في السياسه، ولا يمكن ان هي نضل نخوض في موضوع السياسه وانت مهتم بالموضوع السياسي. طب الحاله السياسيه اليوم، يبقيك تعطيني عنها ملخص. محمد انا لا يجرني للسياسه، انا مالي للسياسه، احنا في كلام في السياسه. وانت غير كلام السياسه، لا بدنا نقدم في السياسه. سؤالكم، راني هون نتكلم لا عن وجهه نظري، لا وش ما نظري؟ مثل اي طبعا جهه طبعا سياسيه، طبعا طبعا ونتكلم لا عن وجهه طبعا نظري المستقله، طبعا ولاني مالي من السياسه، نرجع ونقول هذا الكلام. بالنسبه للسؤال اللي قلت لي عن الواقع الحالي، انا شخصيا ارى على انه كذا اللي كنا نقول في قطاع الصيد، فهم توجه عام على الناس ما هي بالدورة شيء، وعلى ما هم صراع، وعلى ما هم عداوات، على ان نقدر نختلف في الراي، وكلنا يعود عنده رايه، وكلنا يقدر يطرح وجهه نظره، يقال ما شرط عليه تعود عداء، لكن تقول انا في التمويل استخدمها كني انا عدو لك، احنا كنا عنده وجهه نظره في الاطار السياسي، وهذا شفناه من خلال الايام السنوات الماضيه، لقاءات اللي عدا فخامه رئيس الجمهوريه مع الفاعلين السياسيين ومع رؤساء الاحزاب، وحضورهم هم المهرجانات الوطنيه، وحضورهم المناسبات الوطنيه، عيد الاستقلال، المعارض، المهرجانات، المدن القديمه. نشوفوا الفاعلين السياسيين كمشهد، نحن الموريتانيين ما معتادين، زعيم المعارضه الديمقراطيه قاعد على يمين رئيس الجمهوريه، على يسار احمد داداه، محمد مولود، السياسيين اللي نعرفه اللي كانوا في المعارضه، وكان هم بالنسبه للمعارضه انها 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 محرم، انها محظور. وشفنا الحمد لله بعض الاطر اللي نعرف عنهم فاعلين باحزاب سياسيه تقلدوا مناصب سياسيه في الدوله لانهم عندهم كفاءات وعندهم امور. هذا جو جديد على موريتانيا، وثقافه في قاموسنا السياسي ما كانت خالي. هذا انا بعد شخصيا كمشاهد منها ارى على انه ما خليك سابق هذا التوجه اللي عدله فخامه رئيس الجمهوريه، اللي هو الناس كامله موريتانيا ترفض الناس كامله. طب هناك حديث اليوم عن التشاور على المستوى السياسي، يعني انت كيف تنظر الى هذا التشاور وكيف تقراه؟ انا اخترت التشاور عن الحوار، به اللي التشاور احنا عندنا اشياء يطرحوا فيها راي، الحوار احنا يتحاوروا على الشيء، احنا ما عندنا شيء يتحاوروا، احنا عندنا يتشاوروا على بعض الامور اللي تقدمنا من ناحيه سياسيه، من ناحيه الاقتصاديه، من ناحيه الارث، من ناحيه بعض الامور اللي كانت موجوده نطرحوا فيها راي ونجبروا لها خلاصات ونقفلوا عنا للمجال اللي للابد ونوحلوا في شيء ثاني اهم منها، فهمت؟ هذا لانه بالنسبه لي التشاور ما في موش معلوم، ما يخسر شيء، ونعود ملي ما فهم حديه فيه ولا فهم ملي مد متنازع على شيء منه. فقامت رئيس الجمهوريه قال عنه ما فهم نقاط، ما فهم خطوط حمراء ولا فهم شيء محور، تشاوروا له موريتانيا، ولكن اللي يتوصلوا له عنه يا رب يعود هو التوجه هو الميثاق بيناتهم، ولا هي وساطه المعني هذا عادي، قال بعد ما في شيء لا يمس الاسس اللي هي الوحده الوطنيه، اللي هي اللغه، اللي هي الدين، اللي هي الانسان اللي حدد الدستور لها تعليق على التشاور، اللغات الوطنيه، اللغه الرسميه، اللغه الوطنيه، الدين الاسلامي، اسم الدوله، هذا ما عليه التشاور باللي هذا فيها تحدث في الدستور ولا مشاور عليه، يا تعود طريقه نعدل بها النظام الانتخابي، طريقه نشوف بها كنا موقعه من الاخر، هذا هو اللي يخلق عليه التشاور، وهذا بعد وجهه نظري لانه لين يخلق اضافه لا يعود يقدر يعطي دفع لذا كان ان شاء الله. واضح. طب المواطن العادي يعني يرى هذه الظاهره اللي تكلمت عنها وثنيت عليها، انها ينتقدها ان المعارضه والحكومه انسجموا وامورهم شات، والانتقاد اللي كان غاب وكذا، يعني شوف انتقاد ما هو بل هي ما يلغي دور المعارضه. المعارضه ما قال لحد انها ما تنتقد الواقع، ولا طلب منها حد حسب بعد اللي ظاهر، يعني ما طلب منها حد انها ما تنتقد. قال الانتقاد كان في المواطن اللي مهيش عليه، ذا اللي كان خالق، المعارضه هي والنظام السابق كانوا في حديه. الانتقاد من اجل الانتقاد، العيب اللي ما هو مؤسس على شيء صالح، فهمت؟ انتقاد الاشخاص، هذا ما هو الانتقاد؟ الانتقاد انتقد ذا اللي عدلت، ما انتقدك انت كشخص. وهذا ما المعارضه ما حاكم حد عن تعدله، تأدي دورها.